أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا هنا في زيارة لأحد الجرحى الذين عاشوا قصص بطولية في جبهة القتال ضد ميليشيات الحوثي، وصالح هذا الجريح جرح أثناء إسعافه لشقيقه الذي استشهد في الجبهة. لنستمع إلى قصة هذا الجريح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تشرح لنا إصابة، إن أصبت وكيف كانت الإصابة؟ حيا بكم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في حياكم وقناتكم الكريمة الذي لمستنا ويعني ونزلت إلينا، نظرت إلى ما نعاني، فحياكم الله. طبعا أنا جرحت في مأرب في جبهة مخدرة في تاريخ 9/5، واسمه كنت أنا ومجموعة من الشباب، طبعا كان أخي كنت في مجموعة كان الأمير هو، والحمد لله فتعرضنا لهجوم من الحوثيين والحمد لله كانوا كسرناهم، بقت لنا القناصة، أصيب أخي كان أول المجموعة، بعدها قال عاي روح يسعف نفسه، أنا ما كنت عارف أنه عاي روح يسعف نفسه، نزل لها تحت وأنا لازلت في مترسي، نزل لها تحت وأصيب أصابة القناصة، أصيب إصابة قوية مرة ثانية وإضافة إلى الإصابة اللي أصيب الأول بالضايع من في رأسه وفي رقبته وفي يده، فالله يرحمه. فأنا نزلت لها عنده، يعني أنا جلست في مترسي يعني على ما أنا ثابت الحمد لله، فأنا مش متوقع أنه نزل، أبصر ما في حد، الحوثي الحمد لله هربوا، فالحمد لله نزلت إلى عنده أتته مصاب، أمسكه أقول له يا أخي إيش إصابتك؟ إيش إصابتك؟ ويقول لي يا أخي موعدنا الجنة لا تخاف، موعدنا الجنة لا يا أخي لا تخاف. فأوكي كان يكررها ويشهد ويهلل ويدعي ربنا يتقبل الشهيد، احنا لا جينا لا للشهرة ولا المال ولا، فكان يدعي ربي يواصل حتى وشليته، اخذت انا وبعض انا واثنين من زملائي اخذته الى تحت الجبل، فالحمد لله كنت كان على ظهري فاستشهد، يعني كان نهايته على وهو وانا متحمله، بالاثناء حين من استشهد على وشك استشهاده وانا اصبت تقمصوني بالقناصة. قنصوك وانت تاخذ اخوك؟ قنصوني الحمد لله واخي فوق ظهري على وانا متحمله تماما، فالحمد لله كان بعض الشباب معي اثنين شباب، فلما لما استشهد اخي يعني تيقن انه استشهد انا اصبت، يعني خلاص قد احنا بقي اثنين شباب معي، قال واحد من الشباب يلا روح روح، يقول لي امشي يعني ايش يبزني امشي على رجل، فانا قلت يعني كنت يعني ماشي افلت اخي الحمد لله، كنت ماشي في ولد اخي، وثانيا اخ هذا زميلي اراد ان يسحب اخي الشهيد فاصيب في يده في الوريد، فهي كانت الحمد لله واحنا محوصرين طبعا من القناصه ما ممكن نتحرك كذا ولا كذا، فالحمد لله صبرنا، واخ هذا زميلي اراد ان يشلني معه اقل شيء قال يمشي يمكن واحد يحيى مننا، فالحمد لله قلت له يعني كان ينزف قوي، قلت له روح اسعف نفسك وانا الحمد لله ان شاء الله عاد اصل، بقى واحد ثالث طبعا الحمد لله، بقى واحد ثالث قال اروح اجيب لهم اسعاف، فتحرك ما شاء الله منتصف الطريق استشهد، جلست الى الساعة 12، بعد ال 12 قررت ان اترك اخي، وكنت يعني في الحمد لله كل حال، الحمد لله على كل حال تركته، بعد تحركت حاولت كنت ازحف يجي 10 متر كنت انام، جاء بعض الزملاء قدم يعني بعد العشاء. معنويتك أنت كجريح وعشت هذه الأحداث، يعني فقدت أخوك وكذا، معنويتك عالية؟ الحمد لله معنوية عالية مرتفعة، وإن شاء الله قريب في القريب العاجل نتشافى، وإن شاء الله نعود إلى ميادين الشرف والبطولة مهما كلفنا الثمن، ونحن نزلنا لن ننزل لأجل شيء إلا لأجل نقدم رؤوسنا ونقدم انفسنا في سبيل هذا، في سبيل دعوتنا وفي سبيل ديننا وفي سبيل هدفنا الكبير الذي كنا فيه وفي سبيل وطننا ايضا. اذا قصة عادل هي قصة بطولة وشجاعة سطرها في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح. خير البكالي، قناة سهيل، مأرب.